رجل حمل قتل الشقيقات الأربعينية محل 800 سجن مدينة الأوات، وتم مس مسرح الجريمة المباشر عبر منصة إكستجرام بحضور ابنتها. الجاني طعنها بوسيلة خنجر في رقبتها وهي الآن في المستشفى. وقالت مواقع إعلامية جزائرية أن الجريمة وقعت بعدما كانت الضحية في بث مباشر على منصة إكستجرام، لأن صفحات متابعي الضحية صرحوا أن الجريمة ما تمتش خلال البث المباشر ولا بسبب الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي. الضحية وهي غارقة في دماء دخلت ابنتها وطلبت منها الضحية اللي هي أمها أن تقوم ببث مباشر وتخبر المتابعين أن شقيقها هو من أقدم على ذلك. الضحية بحسب حسابها على الانستجرام تعمل تاجرة ولها محل ملابس للنساء. وصلت جرائم قتل النساء إننا نشوفها ببث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم هذا التطبيع مع العنف متواصل، التبرير متواصل، خطابات الكراهية ضد النساء متواصلة. نتمنى الشفاء العاجل لأم بسان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وما تنساش تشترك في قناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.